من أعجب ما قرأت للجاحظ، وهو يتحدث عن مكر الثعلب ودهائه. يقول: الثعلب جبان جدا مستضعف، ولكنه مفرط الخبث، خبيث جدا وماكر والحيلة، وهو في الحيلة والدهاء يجري مجرى كبار السباع كالأسد والفهد وغيرها. قال: ومن خبثه ودهائه، عجيب جدا، يعني أن له حيلة عجيبة في طلب القنفذ، هو يصطاد القنفذ، فله طريقة غريبة في صيده، فإذا جاء للقنفذ ليصطاده والقنفذ مد شوك فروته ولا ترى رأسه واستدار، يعني كأنه كرة لا ترى منه شيئا، فيأتي الثعلب قرب ظهره ويبول عليه، فإذا فعل ذلك انبسط القنفذ وأخرج رأسه، فعند ذلك يقبض عليه ويقتله. قال الجاحظ: ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله، والثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى فيأكلها، والحية تصيد الفأرة فتأكلها، والفأرة تصيد الفراخ وبيض كل شيء فتأكله، والعصفور يصيد الزنبور فيأكله، والزنبور يصيد النحلة فيأكلها، والنحلة تصيد الذبابة فتأكلها، والذبابة تصيد البعوضة، وهكذا لا بد للصائد من أن يصاد، وكل صغير فهو يأكل مما هو أصغر منه، وكل قوي فهو يأكل ما هو أقل منه، والناس في بعضهم بعضا على شبه بذلك، وإن قصروا عن ذلك المقدار، وقد جعل الله بعضها حياة لبعض وبعضها موتا لبعض.